لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. خرج الدكتور منصف سلاوي أخيرا عن صمته بشأن إقالته من مهامه كرئيس مجلس إدارة شركة غالفاني بسبب شبهة التحرش الجنسية. وقال سلاوي المغربي الجنسية في بيان له نقلته صحف أجنبية إنه لمن دواعي الأسف الشديدة أن أقر ببيان اليوم الصادر عن الشركة بشأن إنهاء عملي كرئيس لمجلس شركة غالفاني. وشدد الدكتور الشهير على أنه يشعر بالفزع بسبب أفعالها، مبرزا أن هذا الشعور يحس به أيضا بعدما وضع زميلة له في موقف غير مريح. وأضاف في بيانها أود أن أعتذر دون تحفظ الموظفة المعنية وأعتذر بشدة لأي ضائقة سببتها. أود أيضا أن أعتذر لزوجتي ولعائلتي عن الألم الذي تسببت لهم فيها. سأعمل بجد لتخلص نفسي مع كل أولئك الذين أثر عليهم هذا الوضع. وأعلن الدكتور منصف سلاوي أنه سيقوم بأخذ إجازة سارية المفعولة على الفور للتركيز على أسرته مقررا التحلل من مسؤوليته المهنية حاليا. نشكركم على حسن المتابعة.